وأوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. عنوان هذه الحلقة عن الزهايمر وعن 90,000 مغربي مصابون بمرض الزهايمر. ما السبيل إلى العلاج وكيف يمكن النظر إلى هذه المسألة؟ ولكن الزهايمر أشكال وألوان، فهناك الزهايمر السياسي، فالذاكرة السياسية العربية مصابة بمرض فقدان الذاكرة بحيث ننسى التاريخ وتنسى الجغرافيا ولا تستحضر من الماضي إلا القليل أو تستحضر الماضي بعد فوات الأوان. الزهايمر السياسي مرض يعشعش من المحيط إلى الخليج. سياسي مثل بن كيران وهو رئيس وزراء سابق وقائد حزبي يقول ربما أن اعتمل به الزهايمر، يقول أنه لا يجد ما يطعم به ضيوفه سوى الخبز والشاي، وهذا أمر يدعو إلى القلق ويدعو إلى تساؤل حول الرجل الذي ظل يتسول حتى منح تقاعدا مريحا قدر ب7 ملايين ومعهما فوق الحساب سيارة فارهة. الزهايمر السياسي هو يعني مرض أصاب المنطقة العربية برمتها وأدخلها في حروب بشرية مدمرة وحروب إعلامية، يعني أنها دمرت كل شيء ولم تستطع حتى ربح ما تبقى من الزمن العربي بعدم الرهان على الإنسان العربي وعلى الكادر البشري. حلقة اليوم يعني عن مرض الزهايمر وكيف أصاب 90,000 مغربي، ويعني أن الكثير من المغاربة يجهلون معلومات عن هذا المرض وهو في تزايد مستمر، والكثيرون لا يعرفون كيف يتعاملون مع المرض. لذلك نقدم مجموعة من المعلومات تقرب الكثيرين من هذا المرض. من طبيعة الحال هذه المعلومات نقدمها عبر بوابة السينما، كيف تنظر السينما لهذا المرض، ويعني من خلال مشاهدة هذه الأفلام يمكن أن تكون فكرة على الأقل عن الموضوع وعن المرض برمته. فيلم يوميات نوى وهو إنتاج سنة 2004، فيلم رومانسي مبني عن قصة حب، ولكن من خلال مذكرة البطلة والزوج الذي يقرأ لها باستمرار على أمل شفائها حتى يمكنها أن تستمع إليه. فيلم ثاني هو أليس دائما وهو من إنتاج سنة 2014، أدت دور البطولة فيه الممثلة الأمريكية جوليان مور، وأليس شابة في مقتبل العمر مصابة بالزهايمر في وقت مبكر، ويروي الفيلم كفاحها لتخطي هذا المرض. إذا كانت هذه الأفلام تعالج الشخص المريض بالزهايمر، فماذا يمكن القول عن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية؟ فيلم مقدم الرعاية من سنة 2011، يعني من الأفلام الوثائقية الجميلة، يقدم الفيلم أو عن مجموعة من الأشخاص مصابين بالزهايمر محيطين بعائلاتهم والمعاناة التي تتكبدها هذه العائلات في محنة المرض. حتى لا أطيل عليكم أيها السادة والسيدات، أقدم لكم مجموعة من الأفلام. من بين هذه الأفلام التي تعنى أو تعالج موضوع يعني الزهايمر فيلم التجاعيد وهو من إنتاج سنة 2012، وهو عبارة عن فيلم للرسوم المتحركة، ثم فيلم قم بمراعاتي سنة 2012، ثم فيلم يختلط فيه يعني أفلام الأكشن بالأفلام اللصوصية وهو ذاكرة القاتل سنة 2003، وأخيرا صندوق البندورة أو صندوق الطماطم سنة 2008. وهذه الأفلام تعالج عن قرب وبشكل يعني من منظورات مختلفة مرض الزهايمر.
لذلك أيها السادة والسيدات، يعني الاقتراب من هذه الأفلام يعطي لمحة يعني كبيرة جدا عن هذا المرض وعن خطورته. قلنا أيها السادة والسيدات أن هذا المرض يصيب 90,000 مغربي، وهو مرض ينتشر يعني بكثرة داخل الأوساط المغربية، والكثيرون يجهلون طريقة التعامل مع هذا المرض. ولكن لفهم هذا المرض بشكل كبير جدا علينا كذلك لمنا أن نغوص في عالم الكتب لفهم مرض الزهايمر. كتاب شيق وهو العيش مع الزهايمر، الحب الذي لا ينسى، من تأليف لويس خوسي لويس مولينويفو ويهدف هذا الكتاب إلى دعم الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لرعاية شخص مصاب بالزهايمر. يحاول الكاتب مساعدة هؤلاء، وهو عمل وعملية حزينة وحميمية، ويحتاج هؤلاء الذين يقدمون الرعاية فهم وطبيعة هذا المرض. كتاب ثاني يتعلق بعزلة المكلف بالرعاية، لأن الشخص الذي يقوم برعاية شخص مصاب بالزهايمر يبقى كذلك وحيدا ويعيش أجواء من العزلة مع هذا المصاب بالمرض، وهو من تأليف مزدوج فيسينتي بريتو يقول الكاتب أن من يقدمون الرعاية هم قطعة أساسية من هذا المرض، ومن الشيخوخة، ويقول أن المفتاح هو الاعتناء بالآخر والاعتناء بالنفس. يقدم الكاتب نصائح هامة وإرشادات للتعامل مع هذا الظرف بنوع من الهدوء. هناك أيضا مرض الزهايمر، الشيخوخة والخرف للمؤلفان نوريس أكارين والكاتبة أنامالا جيلادا، وتم يعني طبع هذا الكتاب سنة 2017، وهو دليل عملي على الأسر التي تواجه مريضا مصابا بالزهايمر. من طبيعة الحال هناك كتب متعددة ودلائل عن مرض الزهايمر، منها مرض الزهايمر دليل التعلمات، ومرض الزهايمر دليل عملي لفهم المرض، وهو من تأليف كارلوس فيرلاندو ولاهوت سوغوندينو بوسا. يقدم هذا الكتاب المفاتيح الأساسية ويحل الشكوك المرتبطة بهذا المرض حول التشخيص، وحول كذلك الوقاية وأسلوب الحياة. للأسف الشديد هذه الكتب غير مترجمة، ونأمل على أن يعمل الكتاب على ترجمتها إلى اللغة العربية وللمغاربة لتقدم إفادات كبيرة عن هذا المرض الذي بدأ ينتشر انتشارا كبيرا في المغرب، يعني عدد 90,000 مواطن مغربي، والعدد في تزايد، يعني هو رقم كبير. لذلك يعني يجب أن تقدم النصائح الكافية سواء للمريض أو للأسر التي تعاني مع هذا المريض. إلى هنا أيها السادة والسيدات نأتي على نهاية هذه الحلقة. كان معكم عبد الله الساورة. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة الثقافية، ولا تنسوا كذلك يعني نشر أو تداول هذا الفيديو بشكل كبير جدا. نتمنى أن تكون هذه القناة يعني تنتج يعني عملا جيدا يساهم في توعية الكثيرين. إلى ذلكم الحين وإلى لقاء آخر، أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.